جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول: ما حكم لقطة الحرم وما حدود الحرم، وهل الأفضل تركها أم أخذها؟ لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، اللي يأخذها بيعرف عليها ويدور صاحبها يأخذها، واللي ما هم دور صاحبها ولا معرف عليها يتركها لا يأخذ. لا تحل لقطته أي الحرم إلا لمنشد. وأما حدود الحرم فهي مبينة بالأعلام المنصوبة على جوانب الحرم، فيها أعلام منصوبة، كل جانب من جوانب الحرم عليه علامات منصوبة، أعمدة من الإسمنت والرخام منصوبة مبينة واضحة. نعم.